معالي السادة، أن بروتوكول الإسكندرية أدت إلى إنشاء وإقامة جامعة الدول العربية. اسمحوا لي أن أهنئكم على الإنجازات التي حققتها الجامعة، لا سيما المبادرة العربية للسلام والتي تشاركنا فيها مع الاتحاد الأوروبي، شاركنا فيها نحن في الاتحاد الأوروبي من أجل بناء مستقبل أفضل لهذه المنطقة. قد يقول البعض أنها اتفاقية قديمة، حيث أنها عقدت منذ 20 عاما ولم تنفذ حتى الآن. في حقيقة الأمر الكثير قد نسى هذه المبادرة العربية للسلام، ولكن في حقيقة الأمر تستطيع أن تسرع بوتيرة هذا الحل تجاه وضع حد لهذا الصراع بإعادة التأكيد على هذه المبادرة ورفع الوعي بها في كافة أنحاء العالم. معالي السادة الكريم، نعلم أن الآن قد مضى عام على هذه الحرب وهذه الإبادة الجماعية التي أدانها الاتحاد الأوروبي، وهي أزمة من الناحية الإنسانية، ونحن من وجهة النظر الأوروبية لا يوجد لدينا ما نضيف فيما يتعلق بهذه الأزمة، فقد قيل كل شيء، الحقائق والأرقام. إلا أننا وهناك نجاح لهذه الحملة الخاصة والتي تم تنفيذها وأثبتت نجاعتها. الاتحاد الأوروبي يدعم بشكل كامل الجهود التي تبذلها مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر فيما يتعلق باتفاقية وقف إطلاق النار، ولكن حتى الآن لم توقع ويبدو أنه لن توقع في المستقبل القريب. لماذا؟ ببساطة لأن القائمين على اندلاع هذه الحرب ليس لهم مصلحة في وضع حد ونهاية لها، لذلك هم يحاولون أن يتظاهروا. وإذا مؤسسات كما المحكمة الجنائية لم تحترم، وكذلك قرارات محكمة العدل الدولية، من يمكننا أن نثق به بعد هذا؟ خلال اجتماع كنا ننظر إلى عدة أمور، كيف يمكن أن ننظر إلى هذه السياقات؟ منذ 6 أشهر كنا نتحدث بجدية حول اليوم التالي، وها نحن كأننا نعيش في صحراء، ليس فقط بسبب أنه يوجد هدنة في غزة، ولكن ما الذي سيحدث في الأفق حيث امتد هذا النزاع إلى الضفة الغربية؟ في الأعضاء المتشددين في حكومة نتنياهو يحاولون أن يجعلوا الأمر مستحيلا ليكون هناك دولة فلسطينية مستقبلية، جبهة جديدة قد بدأت بهدف واضح أن تتحول الضفة الغربية إلى غزة جديدة بزيادة العنف وتقويض السلطة الفلسطينية وزيادة هذه الاستفزازات، وأنهم لا يخجلون أن يقولون أمام العالم أن الضفة الغربية هي المستوطنة التالية. المجتمع الدولي متجاهلينه تماما، يقولون الضفة الغربية ستكون غزة جديدة وأن غزة ستكون مستوطنة جديدة.